مسيرة قراءة كتاب النشر في القراءات العشر، وكنا انتهينا من قراءة أسانيد الإمام ابن كثير رحمه الله، قراءة الإمام ابن كثير رحمه الله. واليوم في هذه المحاضرة يعني لن نواصل القراءة، وإنما سنبدأ بالقراءة إن شاء الله من الحصة القادمة إن شاء الله. لكن هذه المحاضرة يعني أحببت أن نجعلها عبارة عن مراجعة وتذكير لبعض المسائل المهمة في كتاب النشر التي قرأناها في الشهور الماضية. ومن الله علينا سبحانه وتعالى بأن أخذنا أكثر من 30 محاضرة في هذا الكتاب، تكلمنا على كثير من جوانب هذا الكتاب وجوانب المؤلف أيضا رحمه الله. فتكلمنا عن حياة الإمام ابن الجزري رحمه الله، وتكلمنا عن شيوخه وتلاميذه، وتكلمنا عن كتاب النشر من كل النواحي التي تتعلق به، وبينا مكانته في كتب القراءات. ودائما نلخص هذه المكانة، مكانة كتاب النشر، دائما نلخصها في كلمتين، وهي أن نقول كتاب النشر عند أهل القراءات يقابل كتاب صحيح البخاري عند أهل الحديث، ويقابل كتاب الكتاب بسبويه عند النحويين. كتاب النشر يعني من المسائل التي أرى أن نذكر فيها مسألتين مهمتين. المسألة الأولى مصادر الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر، والمسألة الثانية منهجية ابن النشر، منهجية ابن الجزري في النشر، يعني ما هي المنهجية التي سار عليها. وهذا تكلمنا عنه سابقا بتفصيل، لكن هذه المحاضرة يعني نذكر الخلاصة ونذكر من باب التذكير فقط، يعني حتى تكون هذه المحاضرة يعني محاضرة خاصة كنوع من المراجعة ونوع من الدردشة كما يقال في كتاب النشر. الكتب التي أخذ منها الإمام ابن الجزري، يعني في هذه المحاضرة سنذكر هذه الكتب كلها مع ذكر عدد الطرق بكل كتاب، وهذا موجود كما قلنا في التفصيل في المحاضرات السابقة، لكن لا أتذكر أننا جمعناه في محاضرة واحدة. يعني عندما كنا نقرأ الكتب يعني كنا نذكر عدد الطرق بكل كتاب، فربما يعني كثرت المحاضرات فأصبح عدد الكتب ليس مجموعا، فلهذا نحب في هذه المحاضرة أن نذكر الكتب ثم نذكر عدد الطرق التي أخذها الإمام ابن الجزري من كل كتاب، حتى تكون هذه الوحدة مجموعة في محاضرة واحدة وفي مكان واحد. طبعا كتاب الشاطبية والتيسير أخذ عنه الإمام ابن الجزري 15 طريق، أو نقول 14 طريق. طبعا هذا شيء واضح، شيء بدهي، لأنه الشاطبية والتيسير هي في القراءات السبع، فإذا كان القراء سبعة وكل قاري له راويان وكل راوي له طريق واحدة، إذن حيكون معنا في النتيجة 14 طريق. لكن لو أردنا الدقة فنقول إنها 15 طريق وليس 14 طريقا، نقول هي 15 طريقا. لماذا؟ لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله عندما جاء في كتاب، لما جاء يتكلم على رواية شعبة أخذ عن شعبة طريقين، أخذ عن شعبة طريقين، فأصبح هناك عدد زائد وهو طريق زائدة في رواية شعبة، فأصبحت 15 طريقا. بعضهم لا يعتبر هذا، يعتبر هذه يعتبرها طريق واحدة، لكن كما نقول يعني المشهور أنها 14 طريق. لكن لو أردنا التفصيل، لو اعتبرنا كل خلاف في السند هو عبارة عن طريق، تكون 15 طريقا. هذا بالنسبة للشاطبية والتيسير. ولاحظوا معي، أنا أقول الشاطبية ولم أقول الشاطبي،
لأننا عندنا في النشر من يريد أن يدرس النشر لا بد أن ينتبه إلى هذه القضية، ينتبه إلى قضية تعبير الإمام ابن الجزري بالشاطبي أو تعبيره بالشاطبية. فقلنا إنهما ليس شيئا واحدا، ليس شيئا واحدا. تعبير الإمام عندما يعبر بطريقة الشاطبي يقصد شيء، وعندما يعبر بطريقة الشاطبية يقصد شيئا آخر. طيب، فنحن نقول هنا الشاطبية والتيسير، ولم أقل الشاطبي والتيسير، ولم أقل الشاطبي والداني، وإنما قلت الشاطبية والتيسير. وهذه مهمة جدا ينتبه إليها من يريد أن يدرس كتاب النشر، وخاصة الطرق والأسانيد التي فيه. فالإمام عندما يقول طريق الداني يقصد شيئا، وعندما يقول طريق التيسير يقصد شيء، لما يقول طريق الشاطبي يقصد شيء، وعندما يقول طريق الشاطبية يقصد شيئا آخر. طيب، قلنا الشاطبية والتيسير نقول 14 طريق أو 15 طريق، وأنا دائما أميل إلى أنها 15 طريقا وليس 14 طريقا، ولا مشاحة في الاصطلاح حقيقة. بعد ذلك كتاب المستنير، وكتاب المستنير من الكتب الكبار في النشر، وأكبر منه كتاب الكامل للهذلي. فكتاب الكامل للهذلي أخذ عنه الإمام ابن الجزري 134 طريق، الكامل 134 طريق. طبعا نحن هنا سنذكر أولا الطرق النصية التي هي طرق الكتب، بعد ذلك سنذكر الطرق الأدائية. فكتاب الكامل أخذ عنه الإمام ابن الجزري 134 طريقا. بعد الكامل يأتي كتاب المستنير. طبعا لن أذكر الكتب بالترتيب لأني حقيقة لم أرتبها حسب الأكثرية، وربما لو يعني من يتكفل بعد ذلك بعد نهاية المحاضرة بأن يجمعها حسب الترتيب ربما يكون أفضل. طيب، لكن الكامل معروف أنه يعني كل من يتعاطى كتاب النشر يعرف أن كتاب الكامل هو أكثر الكتب طرقا في كتاب النشر. الكامل قلنا 134 طريق، المستنير 115 طريقا، المصباح 97 طريق، 97 طريقا. كتاب التجريد في القراءات السبع لابن الفحام أخذ عنه الإمام ابن الجزري 51 طريق. كتاب الكفاية الكبرى 46 طريق. كتاب الإرشاد لأبي العز 28 طريق. كتاب غاية الاختصار للإمام أبي العلاء الهمداني رحمه الله 48 طريق. كتاب المبهج لسبط الخياط 41 طريق. الجامع لابن فارس 34 طريق. تلخيص العبارات لابن بليمة 30 طريقا أو 30 طريقا. التلخيص في القراءات الثمان لأبي معشر الطبري 20 طريقا. الكفاية في القراءات الست 16 طريقا. كتاب السبعة لابن مجاهد 6 طرق. الغاية لابن مهران 18 طريقا. الروضة لأبي علي المالكي 28 طريق. الروضة للمعدل أو للمعدل، والأصوب ربما تكون المعدل لأن هي وظيفة، المعدل 12 طريق. الروضة للطلمنكي طريق واحدة أو طريقا واحدة. الهداية للمهدوي رحمه الله 9 طرق. الهادي لابن سفيان 5 طرق. التبصرة لمكي 6 طرق. التذكرة لابن غلبون 10 طرق. القاصد للخزرجي 6 طرق. الإعلان للداني الإعلان للصفراوي 20 طريقة.
المجتبى للطرسوسي 12 طريق، الكافي لابن شريح 14 طريقا، التذكار لابن شيطة 19 طريقا، المفتاح لابن خيرون 18 طريقا، العنوان للأنصاري 9 طرق، الإرشاد لابن غلبون طريقان، الموضح لابن خيرون وهو صاحب كتاب أيضا المفتاح الذي سبق قبل قليل، الموضح 14 طريقا، الوجيز للأهوازي 3 طرق، الجامع للفارسي 7 طرق. هذه بعد بقيت آخر كتاب وهو مفردة الفحام، مفردة يعقوب للفحام 5 طرق، مفردة يعقوب لابن الفحام 5 طرق. هذه هي الكتب التي أخذ منها الإمام ابن الجزري طرقا، وهذه نسميها الطرق النصية، يعني موجودة في هذه الكتب. هناك كما قلنا طرق أدائية، يعني نسبها المؤلف رحمه الله، الإمام ابن الجزري رحمه الله، نسبها إلى أصحاب الكتب ولم ينسبها إلى الكتب. وهذه الطرق الأدائية بعضها منسوب للداني، يعني بعضها طرق أدائية عن الداني، يعني يقول الشيخ ابن الجزري ومن طرق الداني أو من طريق الداني، ولا يقول مثلا من طريق الداني من كتاب كذا، لا يصرح باسم الكتب. هناك طرق أدائية عن الداني وعددها 31 طريقا، وهناك طرق أدائية أيضا عن الشاطبي وهي 5 طرق. ولهذا قلنا هذا هو الفرق بين قولنا أو بين قول الإمام ابن الجزري طريق الداني وطريق التيسير، أو طريق الشاطبية وطريق الشاطبي. فالشاطبي 5 طرق، وهذه 5 طرق هي عن الشاطبي هي ليست نفس الطرق التي عن الشاطبية، هذه زائدة عليها. وهناك أيضا طرق أدائية عن أبي الكرم صاحب كتاب المصباح، وهذه 8 طرق، وهذه 8 طرق عن أبي الكرم تختلف عن الطرق التي نسبها ابن الجزري لكتاب المصباح، يعني تلك طرق أخرى وهذه طرق أخرى. هناك طرق عن أبي معشر الطبري صاحب كتاب التلخيص في القراءات 8، عنه 4 طرق أدائية. وهناك طرق أيضا عن أحمد بن هاشم وهي طريق واحدة، وأحمد بن هاشم ليس من أصحاب الكتب، يعني ما في كتاب، يعني لم ينقل عنه الإمام ابن الجزري من كتبه، هو عنده كتاب لكن له ليس من، يعني ليس من الكتب التي في النشر. الإمام الهذلي عنه طريقان، الإمام ابن الفحام عنه 3 طرق، الإمام الخزاعي عنه طريق واحدة، الإمام أبو العلاء الهمداني عنه 3 طرق أدائية، الإمام ابن شريح عنه طريق واحدة، الإمام ابن بلديمة رحمه الله عنه طريقان، الإمام ابن مهران عنه طريق واحدة، الإمام ابن خيرون عنه طريق واحدة أدائية. هذه الطرق كلها لو جمعناها سواء كانت النصية أو الأدائية تعطينا مجموع الطرق التي في كتاب النشر. إذن نقول الطرق في كتاب النشر عبارة عن نوعين، نصية وأدائية. النصية هي التي نسبها الإمام ابن الجزري وأسندها إلى كتب القراءات، والأدائية هي التي أسندها إلى أصحاب تلك الكتب وليست موجودة في الكتب. وهذه الطرق
التي مثلا قلنا طريق ابن طريق البودلي هي ليست موجودة في الكامل، طريق ابن بليمة ليست موجودة في التلخيص، وإن كان كتاب التلخيص لابن بليمة أساسا ليس عنده ليس فيه طرق. يعني الإمام ابن بليمة رحمة الله عليه في كتابه التلخيص في القراءات السماء في التلخيص في القراءات السبع تلخيص العبارات لم يذكر أسانيده، لم يذكر أسانيده. ولهذا يعني طيب يأتي واحد يقول طيب كيف تقول إنها طرق أدائية وأنت ما تعرف ما هي طرق ابن الجزر، ما هي طرق ابن بليمة؟ نقول يعني مشينا على حسب منهجية ابن الجزري، وهذا باستقراء كتاب النشر، فعندما يصرح لنا باسم الكتاب هذه الطرق تكون موجودة في الكتب، وعندما لم يصرح لنا باسم الكتاب هذه الطرق ليست موجودة في الكتب، وهذا بطريق الاستقراء يعني لاحظناه من طريق الاستقراء. كل طريق نسبها الإمام ابن الجزري إلى صاحب الكتاب ولم يصرح باسم الكتاب رجعنا إلى ذلك الكتاب فما وجدنا فيه هذه الطرق، فمن هنا جاء هذا الاستقراء. طبعا هناك كتب لي يعني أصحابها ومؤلفوها لم يذكروا فيها أسانيدهم، يعني مثل كتاب تلخيص العبارات لم يذكر أسانيده، مثل كتاب العنوان لإسماعيل بن طاهر لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري كتاب العنوان أيضا لم يذكر فيه مؤلفه الإمام أبو طاهر لم يذكر فيه أسانيده، وإن كان هو يعني أحال على أسانيده في كتابه الآخر وهو كتاب الاكتفاء. هذا بالنسبة لي للكتب التي أو بالنسبة للطرق وعددها التي استقى منها الإمام ابن الجزري رحمه الله. طبعا هناك بعض العلماء يعني مشايخنا المصريون يعني جمعوا الكتب التي أخذها الإمام ابن الجزري رحمه الله، فيعني أخبرني بعضهم يقول أن الإمام الشيخ إبراهيم السمنودي رحمة الله عليه يعني شيخ القراء في مصر رحمة الله عليه يقول يعني جمع هذه الكتب في عبارة في جمل، فيقول الكتب التي ذكرها الإمام ابن الجزري هي مذكورة في عبارة غسق عكرمة واحتج، غسق عكرمة واحتج. طيب لو جمعناها غسق ثلاثة حروف وعكرمة خمسة حروف أصبحت ثمانية حروف، واحتج واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حروف، جمع أحكي غوت قرصه غسق عكرمة واحتج، نعم تذكرت الآن، جمع أحكي قوت غرسه غسق عكرمة واحتج. فهذه العبارات كل حرف يشير إلى كتاب أو مجموعة كتب. طبعا هذا من ظرافة يعني من ظرافة العلماء وليس يعني ليس إلا يعني أخذنا كلمة جمع ثلاثة حروف. طيب ما هي الكتب التي تبدأ بحرف الجيم؟ يعني هناك كتب تبدأ بحرف الجيم زي الجامع لابن فارس والجامع للفارسي. طيب جمع الميم المصباح، طيب مثل العين جمع حرف العين العنوان. فهذه يعني وهي حقيقة يعني عبارات أو كلمات مثل ما الكلمات المجموعة في المنظومات العلمية يعني غالبها لا يركز على المعاني وإنما فقط يجمع، مثل خص ضغط قيض خص ضغط قيض، مثل صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمع، وإن كان هذه صف ذاتنا نوعا ما فيها بعض المعاني. فهذه العبارات يعني كان مشايخنا المصريون يعني يعلموننا إياها فحتى نجمع فيها الأسماء فنتذكر كل حرف. طبعا هذه كما قلت يعني ليس فيها فائدة علمية وإنما هي كما قلنا من باب الترف العلمي. هذا بالنسبة لي الموضوع الأول وهو موضوع الكتب والأصول في كتاب النشر. الآن نأتي إلى الجزئية الثانية في المحاضرة وهي منهجية الإمام ابن الجزري رحمه الله. معلوم أن الإمام ابن الجزري رحمه الله
عندما ألف كتاب النشر هو شرط على نفسه شروط، يعني اشترط لنفسه، ولا نقول إنه ألزم نفسه، حتى وإن كان الإمام ابن الجزري رحمه الله قال وهذا التزام لم يلتزم به، هو لم يقل أنه ألزم نفسه، وإنما يعني جعل هذا المنهج، وهو أن يختار عن كل قارئ من القراء العشرة يختار عنه أو يختار له راويان، وكل راوي من هذين الراويين يختار له طريقان أو يختار له طريقين حتى لا يزعل أهل اللغة العربية، وكل طريق من هذين الطريقين يختار عنه طريقين، فمن هنا صار اثنين في اثنين وأربعة في أربعة، العبارة المشهورة. طيب نقول يعني بطريقة ثانية، الإمام ابن الجزري صار على منهجه بهذه الجزئية في الغالب، وهذه الجزئية يعني لم تتخلف عنه إلا في موضعين أو ثلاثة سنذكرها إن شاء الله. فهو أولا من مجموع هؤلاء القراء، قراء القرآن الكثر، اختار 10 قراء، معروف أن القراء أكثر من 10، لكن هو جاء واختار القراء 10 اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف. إذن هو اختار من مجموع قراء الأمة، اختار هؤلاء 10. طيب كيف يوصل إسناده منه إلى القراء 10، ثم من القراء 10 إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا اخترت، بعد أن اخترت القراء 10 ذهبت واخترت من كل أو لكل قارئ راويين، فنأتي إلى الراوي الأول أو القارئ الأول وهو نافع، فاختار عنه 2، قالون وورش. بعد ذلك يقول وكل راوي من هذين الراويين، يعني من اللي هما قالون وورش، كل واحد من هذين أنا أختار عنه راويين، يعني قالون سأختار عنه راويين، من هم هؤلاء؟ من هما؟ قال أبو نشيط والحلواني. إذن أولا القارئ، ثم الراويين الأساسيين اللي هما تلاميذ المؤلف مباشرة، طبعا وأقصد مباشرة يعني لا أقصد أنه يعني الاثنين يكونوا أخذوا عن الراوي مباشرة، لا، لأن هذا لا يمكن، لأن هناك رواة يعني قرأوا يعني أصبحوا معدودين أنهم من رواة ابن كثير كمثال، وهم لم يأخذوا عن ابن كثير مباشرة، لكن من باب التجوز والمصطلح عليه. فنقول الراويين التي تنسب إليهما القراءة الإمام قالون وورش كمثال الآن، هذان الراويان سيأخذ عن قالون 2 وهم أبو نشيط والحلواني، سيأتي إلى أبي نشيط ويأخذ عنه 2، ويذهب إلى الحلواني ويأخذ عنه 2. هذه الصورة بهذه الطريقة، اختيار القارئ واختيار راويين عن القارئ واختيار راويين عن الراوي واختيار طريقين عن الراوي، هذه هي المنهجية التي سار عليها الإمام ابن الجزري، ولم يصر ولم كما قلنا لم ينتقض عنه إلا في مواضع قليلة. طيب نبدأ بنافع، فأخذ عنه قالون وورش. نبدأ بالراوي الأول عن نافع وهو قالون. قالون أخذ عنه راويين، أبو نشيط والحلواني. أبو نشيط والحلواني، يعني أبو نشيط عن قالون عن نافع، الحلواني عن قالون عن نافع. طيب نذهب إلى الراوي الأول أو الطريق الأول عن قالون وهو أبو نشيط، سنجد أنه لا بد أن يكون عنه 2 وهما ابن بويان والقزاز. طبعا ابن بويان والقزاز يعني حسب هذه المنهجية التي ذكرناها المفروض أن يكون ابن بويان والقزاز عن أبي نشيط عن قالون عن نافع، لكن ابن بويان لم يقرأ على قالون مباشرة،
والقزاز لم يقرأ على قالون ابن بويان لم يقرأ على أبي نشيط مباشرة، والقزاز لم يقرأ على أبي نشيط مباشرة، وإنما قرأوا بينهما بواسطة. ابن بويان عن أبي بكر بن الأشعث عن أبي نشيط عن قالون عن نافع. القزاز أيضا نفس الشيء عن أبي بكر بن الأشعث اللي هو المشهور بابن أبي حسان بأبي حسان، وأبو حسان عن أبي نشيط، وأبو نشيط عن قالون، وقالون عن نافع. هذا الراوي الأول. إذا أصبح الراوي الأول اللي هو قالون الطريق الأول عنه أبو نشيط، أبو نشيط عنه طريقين ابن بويان والقزاز. نذهب إلى الطريق الأول إلى الطريق الثاني عن قالون، وقلنا إنه هو الحلواني. الحلواني عنه اثنان، ابن أبي مهران وجعفر بن محمد. ابن أبي مهران وجعفر بن محمد قرأ مباشرة على الحلواني، والحلواني قرأ على قالون، وقالون قرأ على نافع. هنا نلاحظ نقطة مهمة. لاحظ معي في طريق أبي نشيط، قلنا ابن بويان والقزاز عن أبي بكر بن الأشعث أبي حسان عن أبي نشيط عن قالون عن نافع. في الطريق الثاني الحلواني ابن أبي مهران وجعفر بن الهيثم، يعني جعفر بن محمد بن الهيثم عن الحلواني. نلاحظ معي أبو نشيط والحلواني سندهما واحد، يعني كلاهما أخذ على قالون، لكن الطريقين عن أبي نشيط والطريقين عن الحلواني ليس على مرتبة واحدة في العلو. فابن أبي مهران وجعفر أعلى إسنادا من ابن بويان والقزاز، لأنه ابن أبي مهران وجعفر قرأ مباشرة على الحلواني، والحلواني قرأ على مين؟ على قالون. إذن ابن أبي مهران يكون بينه وبين نافع كم شخص؟ يكون بينهما اثنان فقط، يعني ابن أبي مهران وجعفر بينهما وبين نافع اثنان، الحلواني وقالون ثم نافع. أما ابن بويان فالسند ينزل درجة، ينزل درجة. ليش؟ لأن ابن بويان والقزاز لم يقرأ مباشرة على أبي نشيط، وإنما قرأ على أبو بكر بن الأشعث، فأصبح ابن بويان والقزاز سندهما بينهما وبين نافع ثلاثة رجال وليس اثنان، أبو بكر بن الأشعث وأبو نشيط وقالون ثم نافع. نفهم من هذا أيضا أن سند الحلواني، يعني سند الحلواني أعلى من سند أبي نشيط. طبعا يعني السند من ليس منه إلى نافع، لا، الحلواني وأبو نشيط على مرتبة واحدة كلاهما على قالون، لكن من يقرأ على الحلواني يعني أبو بكر بن الأشعث هو بمرتبة ابن أبي مهران وجعفر، يعني أبو بكر بن الأشعث قرأ على أبي نشيط، وأبو نشيط قرأ على قالون عن نافع، يعني ابن الأشعث بينه وبين نافع اثنين، زي ابن أبي مهران وجعفر بينهما وبين نافع اثنين الحلواني وقالون. فيكون ابن أبي مهران وجعفر بن الهيثم هما في مرتبة شيوخ ابن بويان والقزاز. طبعا هذا في حالة يعني من يريد أن يدرس هذه الأسانيد من حيث العلو والنزول. طيب، هذا كان بالنسبة للطريق الأولى أو للراوي الأول وهو نافع وهو قالون. إذا قالون عنه طريقان، الطريق الأول أبو نشيط أبو نشيط والحلواني، أبو نشيط عنه اثنان ابن بويان والقزاز، عن ابن الأشعث عن قالون عن أبي نشيط عن قالون، الحلواني عنه اثنان ابن أبي مهران وجعفر بن الهيثم ابن محمد بن الهيثم عن الحلواني. نذهب إلى الراوي الثاني عن نافع وهو ورش. ورش المفروض يكون عنه اثنين،
الأزرق والأصبهاني. والأزرق يكون عنه اثنين أيضا، النحاس وابن سيف. النحاس اللي هو إسماعيل بن عبد الله بن عمرو، وابن سيف اللي هو أبو عبد الله أبو بكر عبد الله بن مالك. إذن النحاس وابن سيف قرأ عن الأزرق عن ورش عن نافع. الراوي الثاني عن ورش هو الأصبهاني، يعني وهذا معروف عندنا طريق الأزرق وطريق الأصبهاني. الطريق الأزرق قلنا الطريقان عنه النحاس وابن سيف، الأصبهاني عنه طريقان، طريق هبة الله بن جعفر وطريق أبو العباس الحسن بن سعيد المطوعي. إذن هبة الله بن جعفر وأبو العباس الحسن بن سعيد المطوعي كلاهما عن الأصبهاني، لكن تأتي هنا قضية إنه أيهما أعلى سندا بالنسبة لورش، هل هو الأزرق أم الأصبهاني؟ نقول إسناد الأزرق أعلى. لماذا؟ لأن الأزرق قرأ مباشرة على ورش، بينما الأصبهاني لم يدرك ورشا، لم يقرأ على ورش، وإنما هناك هو قرأ على شيوخ، يعني شيوخه هم الذين قرأوا على ورش، فهناك يعني ينزل سنده درجة، فيكون النحاس وابن سيف عن الأزرق، الأزرق عن ورش، ورش عن نافع. هبة الله بن جعفر والمطوعي عن الأصبهاني، الأصبهاني عن شيوخه وشيوخه عن ورش، وورش عن نافع. هذا يكون بالنسبة للقارئ الأول وهو الإمام نافع رحمه الله. نلاحظ أنه الإمام عنه راويان قالون وورش، الراويان قالون وورش كل واحد منهما عنه طريقين. قالون بالنسبة لقالون أبو نشيط والحلواني، كل واحد من الحلواني وأبو نشيط كل واحد منهم عنه اثنان، وهكذا. بعد ذلك القارئ الثاني وهو ابن كثير. الإمام ابن كثير رحمه الله أيضا عنه راويان، البزي وقنبل. وهنا يتضح لنا أن الإمام البزي والإمام قنبل لم يأخذا مباشرة عن ابن كثير، بينما يعني بينهم يعني رجال كثيرون. نبدأ في الإمام البزي رحمه الله. البزي عنه طريقان، أبو ربيعة وابن الحباب. إذن البزي عنه اثنين، الأول من؟ الأول أبو ربيعة، الثاني ابن الحباب. طيب أبو ربيعة لابد يكون عنه اثنين، النقاش وابن بنان. النقاش وابن بنان، يعني النقاش وابن بنان الاثنان أخذا عن أبي ربيعة، وأبو ربيعة أخذ عن البزي. طبعا البزي يعني مشهور أنه عن ابن كثير، لكن حقيقة البزي قرأ على أربع رجال، قرأ على عبد الله بن زياد، وقرأ على عكرمة بن سليمان، وقرأ على شو اسمه، وقرأ على أبو الحسن القواس النبال، وقرأ على أبو الأخريق وهب بن واضح. وهؤلاء الأربعة قرأوا على القصد إسماعيل بن عبد الله، وإسماعيل بن عبد الله قرأ على شبل بن عباد، وقرأ على معروف بن مشكان. يعني القصد إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكي قرأ على اثنين، قرأ على شبل بن عباد وقرأ على معروف بن مشكان، وهذان الاثنان قرأ على ابن كثير. فلاحظ يعني بين البزي وبين ابن كثير كم؟
يعني الأربعة طبعا يعتبروا سند واحد، يعني عبد الله بن زياد بن يسار المكي وعكرمة بن سليمان وأبو الأخير وأبو الحسن القواسي اعتبروا يعني يعتبروا كانهم رجل واحد. طيب البزي قرأ على هؤلاء يعني كانهم قرأوا على شخص واحد. إذا بينه بين البزي وابن كثير عبد الله بن زياد والقصد وشبل وابن كثير، يعني بينه ثلاث رجال، فهو لم يقرأ عليه مباشرة. طيب هذا بالنسبة للراوي للطريق الأول عن البزي عن البزي وهو أبو ربيعة. إذن أبو ربيعة عنه اثنان، النقاش وابن بنان. نأتي إلى الطريق الثاني عن البزي وهو ابن الحباب. ابن الحباب عنه طريقان، الطريق الأول أحمد بن صالح والطريق الثاني عبد الواحد ابن عمر. إذن أحمد بن صالح وعبد الواحد بن عمر اللي هو ابن أبي هاشم الذي ذكرناه سابقا، عبد الواحد بن عمر المشهور بابن أبي هاشم، أحمد بن صالح وعبد الواحد بن أبي هاشم هذا أخذ عن الحسن بن الحباب، والحسن أخذ عن البزي، والبزي أخذ بالسند المذكور وهو عكرمة ومن معه عن إسماعيل اللي هو القصد إسماعيل عن شبل بن عباد ومعروف بالمشكال عن ابن كثير. الراوي الثاني عن ابن كثير هو قنبل. قنبل لابد أن يكون عنه اثنان، ابن مجاهد الأول والثاني الإمام ابن شنبوذ رحمه الله. ابن مجاهد لابد يكون عنه اثنين، السامري اللي هو أبو أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون السامري وصالح بن محمد. إذن السامري اللي هو أحمد أبو أحمد عبد الله بن الحسين وصالح بن محمد كلاهما عن ابن مجاهد، وابن مجاهد عن قنبل. الراوي الثاني عن قنبل هو ابن شنبوذ، وابن شنبوذ عنه اثنان، الأول القاضي أبو الفرج اللي هو المعروف به أو المشهور بالمعافى بن زكريا النهرواني الجريري، الجريري بالجيم وليس الحريري، الجريري لأنه كان تلميذ للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، ويقولون أنه كان على مذهبه، لأن الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير المفسر يعني كان إماما مجتهدا، فكان له مذهب، فالمعافى كان من تلاميذه وكان على مذهبه رحمهم الله جميعا. طيب ابن شنبوذ قلنا عنه اثنان، القاضي أبو الفرج اللي هو المعافى بن زكريا والإمام أبو الفرج الشنبوذي محمد بن أحمد الشطوي، وسمي وأحيانا يقولون له الشنبوذي، يعني الإمام يسمى ابن شنبوذ أما تلميذه يسمى الشنبوذي لأنه كان يعني تلميذه وكان يخدمه وكان يعيش معه. نلاحظ أيضا أن الإمام قنبل لم يأخذ مباشرة عن ابن كثير رحمه الله، وإنما قنبل أخذ عن من؟ عن القواس النبال، وأبو القواس أخذ عن أبي الإخريط، وأبو الإخريط أخذ عن القصد اللي هو إسماعيل بن عبد الله، وإسماعيل أخذ عن شبل وعن معروف بن مشكال، وهذان الاثنان أخذا عن الإمام ابن كثير رحمه الله. يتضح معنا هنا أن هذين الراويين لم يأخذا مباشرة عن الإمام ابن كثير رحمه الله. هذا يعني تلخيص لما قرأناه في المحاضرات الماضية، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله عندما نبدأ بقراءة أسانيد الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.